تنفيذا لاستراتيجية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وتزامنا والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، انطلقت الدورة السابعة للتكوين الموجه للمرأة الريفية لإبراز الدور الفعال الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية. جينا اليوم في إطار تكوين للنساء الريفيات، اخترنا بعض المواضيع اللي المرأة الريفية تقدر تخدمها سواء في دارها ولا تقدر تنشأ بها مؤسسة مصغرة. المساعدة تقدر تنتج خير منك، إنتاج تاعها يكون. إحنا مثلاً عندنا العسل نديرو نخدمه عندي الخدامة مع راجلي، نخدمه حتى نتسعقنا. درنا لهم تكوين في تكوين مهني ببار، أيضا درنا لهم بطاقات حرفية، اتجهنا إلى الإنتاج، شرينا لهم عتاد للورشات. من هذا المشروع خرجنا 20 امرأة من البيت اتجهت إلى السوق مباشرة. دورة تعنى بثلاث مجموعات من النساء الريفيات، إضافة إلى تحسيسهن بأهمية الانخراط في مجالس إدارة الصندوق بمنحهن 20 حصة مجانية وتعريفهن بالمزايا المترتبة عن ذلك والمتعلقة بالتغطية التأمينية لنشاطهن. دعوتها للانخراط في رأس مال اجتماعي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مجانا. الصندوق لم ولن يتخلى عن جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي وخاصة المرأة الريفية. التكوين الإرشاد والتوجيه مس في دورته السابعة 50 امرأة من 5 ولايات لتطوير مهارات الإنتاج والتسويق.